السلام عليكم. تصاب الأرانب العديد من الأمراض، ومن أهم هذه الأمراض ومرض الجرب، حيث يعتبر من الأمراض الخطيرة التي تؤرق المزارعين وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج والنمو بالنسبة للأرانب. إذا أردت معرفة الكثير عن هذا المرض وكيف يمكن علاجه بطريقة صحيحة وطريقة سريعة، شاهد معنا هذا الفيديو لتعرف الكثير عن هذا المرض وكيف يمكن علاجه. أهلا بكم من جديد. يعتبر جرب الأرانب من الأمراض التي تؤثر بالسلب على إنتاج الأرانب وعلى مظهرها بشكل عام، لكن ما هو سبب هذا المرض؟ سبب هذا المرض يرجع إلى حشرة الجرب. هذه الحشرة تنتمي إلى فصيلة العناكب وتتغذى على دم الأرانب، وبناء على ذلك يمكن تقسيم هذا المرض إلى ثلاث أقسام: جزء منه يصيب الجسم بشكل كامل، الجزء الآخر يصيب الآذان، الجزء الثالث يصيب الأطراف سواء الأمامية أو الخلفية. وينمو ويتكاثر هذا المرض في الأماكن قليلة النظافة وكذلك في مناطق زيادة الرطوبة. لكن كيف يمكن معالجة هذا المرض؟ يمكن معالجة هذا المرض عن طريق هذا العلاج الموجود أمامكم في الفيديو، وهو عبارة عن دهون بتركيز معين يتم وضعه على جسم الأرانب وفي الأماكن التي تظهر عليها أعراض الإصابة، كأماكن تساقط الفرو وغيرها، في الأنف، الآذان، في كل مكان في الجسم. ولكن قبل الاستخدام يتم التخلص من الفرو وغسل المكان جيد وتعقيمه وتنشيفه، ومن ثم وضع هذا الدواء على جسم الأرانب لعدة أيام تقريبا لمدة أسبوع. بعد ذلك يمكن ملاحظة نمو الفرو بشكل جديد وبشكل جيد والتخلص من هذه الحشرة. كذلك يجب الاهتمام بنظافة المكان بشكل كامل، أي مكان التربية، التقليل من الرطوبة قدر المستطاع، والمحافظة على نظافة جسم الأرانب قدر المستطاع. هذا كل ما لدينا في فيديو هذا اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو يسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد.